قناة الأهلي، أهلا ومرحبا بكم معنا محدثكم أسامة أبو زينة. ومباراة قبل النهائي في بطولة كأس مصر بين فريقي النادي الأهلي ونادي الزمالك. النادي الأهلي بيضم مدير فني كابتن محمد مصلحي، مدرب عام تامر تايجر، مدرب مساعد محمود جمعة، محلل تقني محمد زكريا، أخصائي علاج طبيعي هيثم عاطف، مخطط أحمال الحسن عبد المجيد، مدلك عبد الرحمن مكي، مدير إداري خالد أبو زينة، إداري أيمن علي، طبيب الفريق محمد شوكت. اللاعبين صانع ألعاب عبد الله عبد السلام رقم 2، كابتن الفريق مركز 3 1 عبد اللطيف عثمان، 3 عبد الحليم عبو، 5 عبد الرحمن حسين، 10 محمد عادل، 11 أحمد عبد العال، 12 حسام يوسف، 13 محمد عبد المنعم، 16 شكري الجويني، 18 أحمد سعيد، 19 يوسف حمدي الصافي، 4 محمد عصام معوض ليبرو الفريق، و17 محمد رمضان، 6 شريف أحمد، 8 أحمد حمادة، 7 كريم فرج. بداية اللقاء ما بين نادي الزمالك ونادي الأهلي، بيبتدي اللقاء بإرسال أشرف أبو الحسن كابتن فريق نادي الزمالك رقم 7، إرسال من أعلى استقبال وكرة بتترفع سريعة بتتشاط بقوة من عبد الحليم عبو من مركز 3، يعني بعيدة شوية كده عن اللاعب سنتر البلوك عبد الرحمن أبو الهول. إرسال عبد الله عبد السلام، سبايك سيرف من أعلى بتيجي في الشبكة، أول إرسال 1-1 في بداية اللقاء. شايفين طبعا تشكيلة النادي الأهلي بعد غياب أحمد قطب للإصابة، بيلعب بعبد الله واحمد سعيد في مركز 2، وكوره قويه جدا بتتحط برست الايد كده من احمد سعيد اللي بيلعب مكان احمد قض، لعيب متميز ما يقدرش ولا ابو الهول ولا رضا يعملوا لها حاجه. شكري وارسال قوي، واسماعيل معلة المحترف التونسي بيستقبل كرة، وكرة بتتشاط من رضا من 2 في مركز 1. 2-2 قدامنا عبد الرحمن أبو الهول، إرسال وكرة قوية بتتشاط بقوة ثلاثة نادي الأهلي 2 نادي الزمالك. عبد الحليم بيشوط كرة قوية جدا من نقطة عالية، شايفين المدير الفني لنادي الزمالك الكابتن أحمد مصطفى. عبد الرحمن عبو إرسال خارج الملعب، تاني إرسالات فريق النادي الأهلي خارج الملعب، الأولانية كانت لعبد الله والتانية كانت عبد الحليم. 3-3 رضا هيكل، ارسال قوي، استقبال جيد، كرة بتترفع وبيشوط كرة قوية جدا احمد سعيد في حائط الصد المكون من شهاب ومصطفى. دبشة واربعة الزمالك، 3 النادي الاهلي. ادي شكري قدامنا مميز، ارسال قوي، استقبال ساقط كده الكرة ومحطوطة من ساقطة، وكرة بتتشاط من مركز 6 اللاعب اسماعيل معلة وبتيجي في الشبكة اهي المحترف التونسي. ارسال احمد سعيد وكرة بيشوطها رضا خارج الملعب، وفي اعتراض ومفيش فيها أي حاجة، والحكم الأول وليد الخشم بيقول الكرة للنادي الأهلي، 5 الأهلي
4 الزمالك، احمد سعيد ارسال قوي، استقبال وكره جايه، وشهاب بيشوط من مركز 3، كره كانت راحه كده ما بين 3 و4، رفعها سريع اشرف ابو الحسن الخبره، وبتتشاط بقوه من بين عادل وعبد الله. مصطفى دبشه ارسال قوي سبايك خارج الملعب. ستة النادي الاهلي، خمسة نادي الزمالك في بداية الشوط الاول. احمد عبد العال ورضا العوي بيستقبل، وكرة قوية بيشوطها ولكن خارج الملعب. اسماعيل كده يعني بيلعب على القد من بداية اللقاء، استقبال وخطأ كبير، كرة نزلت في آخر الملعب كده. طبعا تايم اوت، ما تفكرش في تاتش، اضرب. كابتن محمد مصلحي شايفين بيتكلم مع محمد عادل، بيوجهه اكيد على بعض الامور، وشايفين طبعا الناحيه الثانيه الكابتن احمد مصطفى بيكلم لعبته. واضح ان الارسالات في النادي الاهلي كلها واخدين تعليمات فلوتر سيرف اهو، استقبال طبعا سيء من اسماعيل، كرة بترجع تاني وعبد الله عبد السلام بيحط كرة بليس بشكل جميل جدا قدامنا اهي، ما يقدرش يعمل لها حاجه. عبد الله كابتن فريق النادي الاهلي، خبره طبعا متميز. ارسال، استقبال من رضا، رضا مش موفق، وكره بترجع تاني بيشوطها بقوه عادل من نص الملعب بنقطه مباشره اهي، قويه بتيجي في ايد حائط الصد وخارج الملعب. تسعة ستة، طبعا قدامنا مدير فني النادي الاهلي كابتن محمد مصلحي بيكلم اللعيبه وبيحاول ان هو يوجههم في بعض الامور، وتحديدا في حائط الصد مهم جدا، بيلعب ويتميز النادي الاهلي بارسال قوي وحائط صد قوي، فما بيقدر ان هو ما بيديش مساحه للفريق الخصم او المنافس ان هو يلعب معاه بقوه. ارسال احمد عبد العال لرضا بيستقبل، واشرف بيرفع كوره بتتشاط من رضا بقوه ولكن بتيجي في الديفنس وخارج الملعب. شهاب ارسال واستقبال مش موفق من شكري جويني، تمانية نادي الزمالك تسعة النادي الاهلي، فلوتر سيرف شهاب وجويني بيسيبها، بتيجي بنقطة مباشرة
ارسال، شكر استقبال من محمد عصام، وكرة بترجع تاني بيحطها، الجول بيطلعها وبيشوط كرة سريعة، الجول بترجع تاني، واحمد سعيد صاحب الحلول بيشوط كرة قوية من مركز واحد بتيجي في ايد حائط الصد الجول، وما بينها وما بين اسماعيل الجول اهو، واسماعيل استقبال، كرة مرفوعة، اسماعيل بيشوط كرة قوية بتيجي في ايد حائط الصد وخارج الملعب. بيعمل طبعا عليها احمد سعيد تراي، بيحاول يرجع الكرة ولكن بعدت. اشرف ابو الحسن ارسال استقبال وكرة مرفوعة، واحمد سعيد بيشوط كرة قوية جدا من مركز واحد في مركز ستة بيحطها كده بشكل جيد. عبد الله وبيزحلق ارسال جميل، كرة بترجع تاني وبتتشاط من مركز ستة من مصطفى، المنطقة الخلفية من الملعب. عبد الحليم عبو ارسال استقبال وكرة جاية، ورضا بيحط كرة من اتنين مركز اتنين في مركز خمسة، بريست ايده اهو. طبعا بيقول لك اوت سايد بس قرار الحكم مفيش اعتراض عليه اهو. انا شايف الكابتن وليد الخشن بينبه على كابتن فريق النادي الاهلي كابتن عبد الله، ما يبقاش فيه كلام. سبايك سيرف من اعلى، كوره قويه من رضا وكوره بتترفع بعيده عن ايد عادل. مفيش فيها اتفاق. رضا هيكل ارسال قوي استقبال، واحمد عبد العال بيشوط كوره قويه بترجع تاني، وكوره من مصطفى بيشوطها خارج الملعب. ولكن الحكم بيقول في خطأ على النادي الأهلي، 15 نادي الزمالك 13 النادي الأهلي. سبايك سيرف رضا، كرة في الشبكة، أربعتاشر الأهلي 15 نادي الزمالك. شايفين طبعا احمد قبل ما بيلعب الارسال بياخد التعليمات هيلعبوا في اي مكان. لعب الارسال على مصطفى دبشه، كره بترجع، ورضا بيشوط كره قويه وحائط صد اقوى من محمد عادل واحمد عبد العال. 15 15. كرة طبعا قافلين الملعب بشكل جميل جدا، عادل رامي ايده في وقت مناسب جدا. 15 15. اي كرة في الاوت اوف سيستم حاول تروح نحضر في البوردر بتاعها في الاوت اوف سيستم، ما تروحش ناحيه الزوايا طالما الكرة هتضربها من نقطة واطية نلفها نحضر خط ونعمل كفر. تعليمات كابتن احمد والكابتن محمد مصلحي.
ارسال احمد سعيد، ارسال قوي متميز، كرة بترجع وكرة بتتشاط وبتيجي تاني، بتتشاط تاني من محمد عادل من نص الملعب، وكرة تانية بتترفع لرضا، وحاط الصد المتميز احمد عبد العال وعادل قافلين قلب الملعب بشكل جيد جدا. 16 15 ارسال استقبال، كرة جاية بتتشاط من مصطفى بيحطها برست ايده كده ما بين عبد الله وعادل. كرة بتيجي وبتتحط برجل الايد كده سهلة، بترجع تاني مرفوعة كانت ورا شوية، بيحطها برجل ايده اسماعيل، وبيرجع تاني اسماعيل بيحط كرة خارج الملعب. واضح مفيش تركيز من اسماعيل، ارسال جيد من احمد عبد العال، وكره بيشوطها رضا من مركز واحد بتيجي في اطحاءات الصد وخارج الملعب. بيعدل النتيجه 17 17. شهاب على الارسال، ارسال قوي خارج الملعب. شايفين محمد عادل المتميز، واسماعيل بيحط كرة برست ايده كده في ايد حائط الصد وخارج الملعب. وما زال الشوط الاول ماشي سجال ما بين الفريقين، نقطه هنا ونقطه هنا، محدش لسه فرق كتير. واحمد سعيد بيشوط كوره قويه جدا من مركز واحد في مركز واحد، واضحه ان هي بياخد احمد سعيد الكور دي علشان يعدل النتيجه بيها ويخلصها، وبتبقى كور مضمونه الى حد كبير. تاني ارسال من عبد الله خارج الملعب. 19 19 اسماعيل استقبال، كرة مرفوعة، وأحمد سعيد بيشوط كرة قوية في إيد حائط الصد وخارج الملعب. عشرين النادي الأهلي، 19 نادي الزمالك. شكري على الإرسال، إرسال كرة عايز يسقطها ورا الشبكة، حطها في الشبكة، مش وقته خالص ضياع الإرسالات في النقط الأخرانية من الشوط الأول. إرسال جول بيجي في إيد شكري وخارج الملعب، بترجع تاني الكرة سهلة وبتترفع وبتتشاط وتفنس جيد جدا من لاعبي نادي الاهلي، وكره تانية رضا وبتتشاط وبتيجي في ايد حائط الصد وخارج الملعب.
طبعا شايفين كابتن محمد عبد المنعم نزل مكان احمد عبد العال. طلع بس لو كنت خلص ها تغييرتين طيب اوت طبعا 20-21 اول كره بس يلا اي تعالى حماد. شايف توجيهات كابتن ميدو ليه لاعبيه بيتكلم على الاستقبال اول كره عشان يقدر يعمل منها هجمه. جول ارسال استقبال وكرة بتترفع وبتتحط تاني التغييرة طلع محمد ونزل مكانه احمد عبد العال بيحط الكرة برست ايده كده تنزل من رضا داخل الملعب. الجول على الارسال استقبال وكرة بتترفع واحمد سعيد بيشوط كرة قوية جدا من مركز 2 في مركز 6 بيحطها بتمكن شديد علشان يعدل النتيجة 21-22. دمنا طبعا تغييرة نزل شريف احمد لعيب متميز في ارسالاته ودفنسه وكرة بتتشاط خارج الملعب وشايف اعتراض من هنا ومن هنا بيقول ان الكرة جت تاتش والحكم الاول وليد الخشن بيقول الكرة معايا من فوق انا شايفها اهي خارج الملعب في لاين زمان كده واقف ورا مش واخد باله ان هي اوت سايد وبيقول ان الكوره جت تاتش. وطلب تايم اوت علشان يهدي لعبته. يلا ان شاء الله يلا هنجيب اول كره تاني ندى اللي يخش لنا يشتغل كويس عشان تشغل الاثنين ها يلا شايف توجيهات نادي الزمالك الكابتن احمد مصطفى بيتكلم مع لعيبته في نقط مهمه. لكن النادي الاهلي ضاغط شريف ارسال قوي استقبال وكره بتتشاط قويه من رضا ومصمم اشرف يدي رضا ورضا يعني كورتين خارج الملعب 23 النادي الاهلي 22 نادي الزمالك تغييره جبل مكان رضا هيكل وشريف مع الارسال ارسال استقبال وكره بتترفع اسماعيل بيحط كره قوية من مركز 6 بترجع تاني بريست الايد كده واحمد سعيد بيرد من مركز 2 واحمد سعيد بيحط كورة يعني سيئة في الشبكة بيعتذر طبعا طلع له تريبل بلوك تغييرة
الهدف منها. طبعا تايم اوت بيجري النادي الاهلي علشان طلع اشرف ابو الحسن ونزل مكانه لاعب طويل عشان حاط الصد، فطبعا التايم اوت ده الهدف منه ان هو لعب بتويل، ما تسيبوش حط ايديه. لا لا لا، يبقى الامور ماشيه كويس. 23-23 والارسال مع جبل لاعب نادي الزمالك. سبايك سيرف من اعلى، كرة قوية، استقبال جيد، رفعة وبتتشاط كرة بقوة من احمد عبد العال وبتيجي في ايد حائط الصد وخارج الملعب. و24 النادي الاهلي، 23 نادي الزمالك، نقطة وتفصلنا عن الشوط الأول. شاطت بقوة، شاطها بقوة ونهى بيها الشوط 25-23. طبعا 25-22 نقطة، معلش كانت يعني كده بداية الشوط الأول انتهى ب 25-22. شايفين ضغط نادي الأهلي بالإرسالات. واضح جدا كور قوية. في تركيز من لاعبي النادي الأهلي. في اعتراضات من لاعبي نادي الزمالك على أكثر من كورة والنادي الأهلي برضو، ولكن الخطأ من هنا أو من هنا مش مقصود. شوط أول أعتقد الضغط اللي عامله النادي الأهلي على نادي الزمالك مش هيقدر يخليه يكمل بقيت المباراة في أريحية. ضاغط إرسال وحائط صد جيد. والناحية التانية في نادي الزمالك في أخطاء فردية كتيرة من بعض اللاعبين. ما بتديش نوع من الاستقرار. ارسال سبال كرة كده، محمد محسن لعب ارسال قوي ومفيش توفيق في الاستقبال. 20 نادي الزمالك، 24 النادي الاهلي. محمد محسن ارسال قوي، سبال محمد عبد المنعم وكرة قوية بتتشاط ولكن خارج الملعب.
21 نادي الزمالك 24 النادي الاهلي، ده اللي احنا اتكلمنا فيه، بيطلعوا بالثلاث نقط وبعد كده يقفوا تاني، مفيش استمراريه باين جدا الاجهاد على لعيبه النادي الاهلي، ما كملوش فتره راحه جيده ما بين بطوله افريقيا وبطوله الكاس، الضغط في البطولات دي لازم يبقى فيه فتره راحه علشان يبقى فيه ريكفري. كوره قويه بيشوطها عبد الحليم لينهي الشوط الثاني 25-21، في شوط قوي ومثير، هناك فارق واضح جدا في المستوى. على الرغم من الإجهاد الواضح على لعيب النادي الأهلي، إلا إن مباريات أفريقيا أدت مساحة وأدت للفريق استمرارية وروح المنافسة، فبقوا أكثر جاهزية عن نادي الزمالك، إن المفروض بقاله فترة ما بيلعبش مباريات، لعدم اشتراكه في نادي في بطولة افريقيا. انما النادي الاهلي على الرغم من ان في مجهود وحمل، الا ان فعلا بطولة افريقيا ليها تأثير ايجابي جدا على اداء اللاعبين. شايفين بعض اللقطات من الشوط الثاني، هنشوف اكيد هيثبت تغييره. طبعا التغييرات في نادي الزمالك تغييرات قليلة جدا ما بين جبل ورضا، والجول طلع ونزل مكانه محمد محسن. ايضا شكري طلع في النادي الاهلي ونزل مكانه محمد عبد المنعم. بداية الشوط الثالث و قدامنا هي واضحة، أحمد عبد العال، محمد عبد المنعم، وأحمد سعيد، وعبد الله، وعبد الحليم، وعادل، وأشرف أبو الحسن، إرسال سبال وكرة قوية بيشوطها أحمد عبد العال، بتيجي في إضحاط الصد وخارج الملعب. رضا ومحسن وحائط صد عليه علامات استفهام، إرسال استقبال وكرة بتيجي كده صعبة، إسماعيل يعمل لها حاجة وبشوطها أحمد عبد العال برست ايده كده من مركز 4 في مركز 1.
وهو واقف كده بنقطة. اتنين النادي الاهلي لا شيء نادي الزمالك. سبايك سيرف من اعلى، ارسال قوي، عبد الله استقبال وكرة بتتشاط قوية جدا، بتيجي داخل الملعب. مصطفى حاطط فيها قوته، اسماعيل معلة ارسال قوي استقبال، كرة مرفوعة بتشط بقوة من احمد سعيد صاحب الحلول السحرية في الاوقات الصعبة. تلاتة نادي الاهلي واحد نادي الزمالك. احمد عبد العال على الارسال، ارسال قوي استقبال، كرة جاية وبترجع وخطأ على اشرف ابو الحسن. أربعة النادي الأهلي واحد نادي الزمالك. كرة اوريدي هي معدية أصلا حافة الشبكة العليا، كرة قوية ومصطفى بيخلص كرة قوية. محمد محسن على الارسال استقبال وكرة بيحطها كده عبد الحليم عبو من فوق حائط الصد. شهاب ومحدش يعمل لها ولا يتحرك عليها اي تحرك، الكل واقف في مكانه. خمسة الأهلي اتنين الزمالك، إرسال قوي، رضا بيستقبل وكورة من مصطفى بترجع على النادي الأهلي. تلاتة الزمالك خمسة النادي الأهلي. رضا هيكل ارسال قوي بسبايك سيرف في الشبكة. ستة تلاتة. احمد سعيد استقبال من مصطفى وكورة بتترفع بتتدرب من رضا بترجع تاني وخطأ. كرة ما بين محمد عصام وعبد الله بتنزل وسطيهم بعد ما كرة بصراحة جايبها عبد العال بشكل جيد جدا. ديفنس أربعة الزمالك ستة الأهلي. وأحمد سعيد بيشوط كرة قوية جدا في حائط الصد. اسماعيل وشاب بنقطة مباشرة. خمسة الزمالك ستة الأهلي. استقبال وكرة مرفوعة وبتتحط كده من محمد ورضا بيشوط كرة قوية بيحسن ويعدل النتيجة. ستة ستة. كرة مرفوعة عالية هيشوطها رضا كويسة، مرفوعة واطية ما بيعرفش يتصرف فيها. مصطفى و كرة كده مرفوعة مزنوقة قوي ما بين تلاتة واربعة ما يعرفش يعمل لها حاجة. محمد بيحب الكرة المشدودة على العصاية عشان يعرف يتصرف فيها.
7 الزمالك واول تقدم في الشوط الثالث لنادي الزمالك. 7 الزمالك 6 الاهلي. تغييره طبعا حسام يوسف نزل مكان عبد الله عبد السلام مصطفى دبشه. ارسال استقبال وكره قويه بتتحط بقوه من محمد عبد المنعم من 4 في 6. برافو عليك يا محمد. مشدوده هي زي ما احنا متفقين. سبعة سبعة. محمد عبد المنعم استقبال وكرة مرفوعة. اسماعيل بيحط كرة كده جاياله وراه وبترجع تاني بقوة من عبد العال وترجع تاني وعبد العال بيشوط كرة قوية جدا. فيت حاط الصد بريست ايده كده وخارج الملعب. وتمانية النادي الاهلي 7 نادي الزمالك. اهو سبق كان 6-4. ايوه كنت ليه ندي سعيد خلاص خلص ثواني بس احنا الاحسن. العب خبره طبعا اشرف ابو الحسن. ولكن فحاط الصد النادي الاهلي متميز بلعيبه طوال القامه. عنده حسام عنده عبد الله. يمكن لغاية دلوقتي الشوط الأول هو أفضل الأشواط. وحائط صد قوي من محمد عادل ولكن خارج الملعب. الكرة شهاب شاطها بقوة هتبقى جميلة قوي لو اتاخدت جوه الملعب. شهاب كرة مرفوعة واحمد سعيد يحط كرة كده بريست ايده ترجع تاني اسماعيل وكرة بتتحط جميلة جدا تو مش متوقعة من حسام بيحطها بقوة من جنب ايد محمد محسن. تسعة الاهلي 6 8 الزمالك. محمد عادل ارسال قوي استقبال واسماعيل بيشوط كرة قوية جدا على بره ولكن حاط الصد المكون من عبد الحليم وحسام قافلين الملعب بشكل جميل جدا وجيد ما يعرفش يعمل لها اي حاجة. 10 الاهلي 8 الزمالك. محمد عادل وكرة مفاجأة بتنزل ما بين اسماعيل و مصطفى بتغير النتيجة. حداشر النادي الاهلي 8 نادي الزمالك. شايف في تايم اوت بجرين المدير الفني لنادي الزمالك الكابتن احمد مصطفى بيحاول يخلي الفارق ما يزيدش في نهايه المباراه والشوط الثالث. بسرعه اتحرك عليها يا مصطفى على طول من البدايه خليك واقف قريب منهم من البدايه. يلا يا رضا يلا يا جماعه يلا يا جماعه يلا يا جماعه يلا يا اشرف توجيهات طبعا واضحة. 11 النادي الأهلي 8 نادي الزمالك.
كرة قوية بيشوطها اسماعيل فيت حاط الصد وخارج الملعب. 9 الزمالك 11 الاهلي. زي ما قلنا على فترات. وارسال اشرف المميز بيعدل النتيجة 10-11. اشرف ابو الحسن ارساله مميز، استقبال من محمد وكرة قوية بيشوطها عبد الحليم بترجع تاني وبيشوط كرة جميلة اسماعيل، وتفنس جيد من عبد المنعم وكرة اجمل من احمد سعيد وبتترفع لاسماعيل بيحطها خارج الملعب. دي الجاهزية اللي احنا اتكلمنا عليها. طبعا بقاله فترة مريح مفيش مباريات، وشاط كرة قوية وجميلة اسماعيل من مركز 2 في مركز 6. لاعب بيلعب بدون نفس كده واضح، كرة بيجيبها بشكل جيد جدا، كرة اللي بعد كده بيضيعها، مفيش استمرارية في اللعب. 11 الزمالك 12 الاهلي. اسماعيل معلة ارسال خارج الملعب زي ما قلنا، الكرة اللي فاتت شاطها بقوة الارسال حطه خارج الملعب بسهولة، الكرة اللي قبليها شاطها بره الملعب برضو. 13 الاهلي 11 الزمالك، احمد عبد العال وخارج الملعب يا احمد. اللي بيميز النادي الاهلي ارسالاته وحائط الصد. تغييره طبعا اسماعيل ونزل مكانه ابو السعود. اللاعب رقم 4 سعودي. ارسال كرة قوية بتتشاط قوية وفي اعتراض. فيها جزء تاتش كده. محدش طبعا بيتكلم فيها. ارسال وكرة قوية وبتتشد بقوة من رضا. طبعا نقطة محورية جدا في الشوط الثالث، اتحطت خارج الملعب. والنقطة اللي قبليها 15-12 زودت الفارق لثلاث نقاط بعد ما كان الفارق نقطة، وادي النقطة الرابعة. الكرة بتتحط خارج الملعب بقوة لتصبح النتيجة 16-12 وثاني تكنيكال تايم اوت. ده اللي اتكلمنا عليه، كان 13-12 الفرق زاد ل 16-12 بقى 4 نقط بيصعبوا الامور على الشوط وبيخلوا فيه فارق كبير بعد ما كان في فارق قريبين، وده بضغط من لاعيبه الاهلي واخطاء من نادي الزمالك. طبعا واضح جدا ارسالات
لعيبة النادي الأهلي والأوت أوف سيستم واضح جدا في نادي الزمالك النهاردة. كور اللي هي بتيجي بايظة ما بتخلص بقوة، بل بالعكس شفنا أكتر من كورة اتشاطوا خارج الملعب. إرسال استقبال وكرة بتترفع، مصطفى بيشوط كرة قوية ودفنس جيد وبتترفع تاني، ومحمد عبد المنعم بيشوط كرة قوية جدا المتألق. قدامنا اهي جاية بتيجي في ايد رضا الليبرو وخارج الملعب. 17-12 وده الفرق اللي احنا اتكلمنا فيه. بيطلع طبعا كابتن فريق نادي الزمالك اشرف ابو الحسن، وبينزل اشرف اللقاني رقم 2 قدامنا اهو. عبد الحليم استقبال وكره بتترفع وبتتحط كده من مصطفى وبترجع تاني، وعبد المنعم بيشوط كرة قوية جدا من مركز 4 في مركز 1. قدامنا اهي خلى الفارق كبير قوي 18-12 يعني واضح الأداء. خمس كور النادي الأهلي ما شاء الله ورا بعض، وثابت لغاية دلوقتي نادي الزمالك عند النقطة 12. بيرجع التغييرة تاني، بينزل اسماعيل، عبد الحليم عبو، ارسال استقبال من اسماعيل وكرة بتترفع وكرة بتتشاط من رضا بترجع تاني بتطلع كرة مرفوعة وكرة بتتشاط بقوة من رضا بتيجي في اتحاط الصد وخارج الملعب. ١٣ نادي الزمالك، ١٨ النادي الاهلي. رضا هيكل وارسال في الشبكة، ارسال في الشبكة. ١٩ ارسال خارج الملعب. 19-13 احمد وكوره، ومصطفى بيشوط كوره ودفنس اجمل، ولكن بتطلع الكوره خارج الملعب. 14 نادي الزمالك، 19 النادي الاهلي. مصطفى على الإرسال، إرسال من أعلى استقبال وكرة بتترفع، وعبد المنعم بيسقط كرة جيدة جدا بتطلع تاني، ومصطفى بيشوط كرة قوية والديفنس عبد العال المتألق المتميز مطلع كور صعبة كتير. عبد العال في الديفنس النهاردة ديفنس النادي الاهلي متميز. محمد عبد المنعم الكوره بتترفع، اسماعيل بيشوط كوره قويه و بتقال ان في شبكه ولكن مش باين خالص، مش باين.
شهاب على الارسال استقبال الكره بتترفع لاحمد سعيد بتتحط في اتحاد الصد بترجع تاني واحمد عبد العال المتميز بيلعب الكره كده برست ايده وخبره في اتحاد الصد وخارج الملعب ارسال قوي عادل الكرة بتتشاط في اتحاد الصد المتميز عبد الحليم عبو وحسام يوسف اسماعيل زي ما احنا شايفين وفي يأس كده في لعيبة نادي الزمالك وكرة ساقطة بتخبط في الشبكة وبتنزل في نص الملعب 23 نادي الأهلي 15 نادي الزمالك محمد عادل استقبال وكرة بتترفع وبتتشط بقوة وحاط صد جيد جدا وبترجع تاني وبترجع لعبد العال بيشوطها خارج الملعب. ستاشر تلاتة وعشرين أشرف اللقاني إرسال من أعلى استقبال من عبد العال كرة مرفوعة واحمد سعيد بيحط كرة قوية جدا من بين ايد اسماعيل ومحسن في نص الملعب في مركز ستة 24 نادي الاهلي 16 نادي الزمالك نقطة تفصلنا عن الشوط الثالث واللقاء ارسال قوي ترجع تاني كورة وبتترفع بتتشاط بقوة وعبد العال وكورة رايحة جاية من حائط صد جيد وبتتسقط كورة سهلة وبتترفع واحمد سعيد عايز يسقط كورة تطلع تاني واشرف اللقاني بيرفع كورة وتتشاط في نص الملعب من رضا هيكل 17 24 مركز 6 طبعا تايم اوت 24 17 بيحاول يهدي لعيبته الكابتن ميدو نقطة ان شاء الله باذن الله وتفصلنا عن الشوط الثالث واللقاء طبعا واضح جدا مستوى اداء النادي الاهلي المتميز على الرغم من وجود اجهاد واضح جدا على لعبته بعد خروجه من بطولة افريقيا منتصر ومحرز الميدالية الذهبية استقبال رفع وكرة قوية جدا بيخلص بيها احمد سعيد الشوط الثالث 25 17 بنقول مبروك للنادي الاهلي فوزه على نادي الزمالك بثلاث اشواط مقابل لا شيء وان شاء الله باذن الله قريبا النهائي الفتره الجايه دي يوم الاربعاء القادم في مباراه قويه ما بين نادي الاهلي ونادي طلائع الجيش مشاهدينا شكرا وإلى اللقاء كان معكم أسامة أبو زينة مبروك وألف ألف مبروك للنادي الأهلي شكرا السلام عليكم.